موزيك اف ام تبع الموجة. مرحبا بك سي محمد. شكرا بك. شكرا لك على قبول الدعوة على حضورك معنا اليوم. حابين نعرفوا موقف النقابة، نقابة التعليم الأساسي في ذا الأحداث الأخيرة البارح، خاصة زاد بعد اللقاء الخماسي والحديث على أنه الجميع سيعمل من أجل تأمين عودة مدرسية هادئة. هل أنتم معنيون بذلك؟ كيفاش زاد؟ طبعا معنيون. والكل شيء، شكرا على الاستضافة. مرحبا. نحب نحيي زملائي وزميلاتي وكل من وقف الدفاع عن مطالبه في التعليم الأساسي في كل المندوبيات الجهوية، وراو احنا معنيين طبعا، لأن أكثر الناس مضارين هم احنا، لكن ثم الناس أخرين مضارين أكثر منا، هي المدرسة العمومية والتلاميذ اللي مع الأسف الشديد الأولياء، وهذه فرصة باش نحييهم كذلك و باش يفهمونا أكثر، لأن احنا رانا ما ندافعوش على المعلمين فقط، ندافعوا على المدرسة العمومية اللي باش تضمحل. والآن المسعى والتمشي هو خوصصة التعليم، وتلك الكارثة الكبرى، على الأولياء أن يتفهموا جيدا ذلك. قلت تحية لزملائي لأنهم منذ علاش المدرسة العمومية باش تضمحل؟ ستضمحل بسياسة السياسة المتابعة من الحكومة والمدارس الخاصة. نعم الحكومة طبعا. كيفاش طبعا؟ تعرف اللي الصندوق النقد الدولي و من سياساته هو رفع اليد وعدم الدعم كل مرفق عمومي، صحة وتعليم ونقل. إذن الآن التمشي خوصصة التعليم، قد تضمحل المدرسة العمومية لأنه المعلمين ما عادش يقريو، ما يعطيوش نوتات، ما يصيرش تقييم للتلميذ، لأنه يقول لن تكون هناك عودة. لا لا لا، هاتوا نجي عودة مدرسية. لا نحكيو طبعا على مستوى السياسي وبعدين نحكيو على مستوى الدول. طيب راه تضمحل مش باش معناها تولي ما يقرا فيها كان ولد اللي ما عندوش فلوس، اش معناها تضمحل؟ لأني باش تولي عندنا تعليم أدوب الفيتاس، اللي عنده فلوس باش يقري ولده في المدرسة الخاصة. ونعطيك رقم سنة وافقوا على 100 مدرسة خاصة وزارة التربية، 100 مدرسة. دونك باش يولي عندنا تعليم دوبل فيتاس، الزوالي عنده مدرسة تعليم فيها مش ما نقولش، لأن ولد مازال عمومية وندافع على التعليم العمومي مش نقوم متنسكين كلنا ندافع على التعليم العمومي، لأن كلنا والدي هذه المدرسة العمومية. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. على كل حال احنا إن شاء الله نلقاو معانا شكون يدافع معانا على المدرسة العمومية. وهناك تعليم باش يكون تعليم خاص لأبناء الذوات ولأبناء البشوات التوانسة جدد. كي يقولك فما ثنائية التعليم العمومي والخاص، فما حتى ثنائية التعليم العمومي والخاص في الثانوي، ولكن تقعد المدرسة العمومية في الثانوي بلاصتها معتبرة هي الأساس، كما في التعليم العالي فما تعليم الجامعات الخاصة فما جامعات عمومية، ولكن المستوى ديما أحسن في العمومي. بالتالي لدواليتي الثنائية مش أوتوماتيكمان توصل لأن المنظومة العمومية أو منظومة التدريس ولا المدرسة العمومية اللي أوتوماتيكمان نيفو فيها بشيتيح، إذا كان فما شكون يغير عليها اللي هو المعلم أساس النواة هذه متاع التعليم في تونس. يقولك إذا كان اليوم المعلم ولا هو يجادل بالتلميذ وما نقريش ومانيش باش نعطي تقييم للتلميذ ومانيش باش نعدي الامتحانات ومانيش باش نعدي الامتحانات الوطنية ومانيش باش تكون فما عودة مدرسية، هوني يطرح إشكال. وقت اللي يولي المعلم هو النواة الأساسية في المدرسة العمومية، يولي حتى هو يطالب بحقوق لكن بضرب حق التلميذ. شوف انت هزيتني الموضوع كبير برشا وماذا بي نحكي فيه بالباهي. اولا راه الهجوم اللي وقع على امس على سيدي بوزيد والايقافات اللي وقعت واليوم على الجابز من طرف الامن، مش الامن اللي عملها راه باوامر. يعني اليوم المعلم، كي نقول المعلم انا في الابتدائي ما عادش انا كان معلم، انا معلم وعندنا معلم تطبيق وتطبيق اول وفوق الرتبه واستاذ مدرسه ابتدائيه واستاذ اول، دونك عندنا مدرسين ومدرسات تعليم ابتدائي. هذا ممنهج، يعني الحط من قيمه المعلم بكل الاشكال، حرمانه من حقوقه ثم تعنيفه ثم ضربه. اليوم في جابس معلمات يضربوا فيهم ولا استاذه لو اعلم مدرسه من الابتدائي. يعني اليوم هل اليوم يولي اعون امن
اللي في وقت من الأوقات النقابة العامة للتعليم الأساسي وقت اللي صارت مشاكل هذه لهم الورد. أنا شوف باش يكافونا هذه تعليمات، يعني كيفاش اليوم عاون أمن يزيدوا على معلم ولا على معلمته ولا على أستاذه اللي قراه، يعني إنسان مدمغج معبي مشرجي أنه هالناس هذوما لابد من ضربهم وحرمان من حقوقهم. اليوم احنا نرى هذا اللي صار في يكون يقود هذه الحملة الممنهجة واضحة ضد المعلم اللي صار. احنا عنا شوف احنا عملنا يوم الغضب، حتى كان باش ندخل فيه عملنا يوم غضب نهار 9 جوان أكثر من 15,000 معلم، كملنا الاعتصام دبوسة بلاستيك مش بطيشة في الشارع. الزميلات والزملاء جاوا من جابس من تطويل من بنزرت من نابل من تونس الكبرى من قفصة من توزر، دبوسة ما بلاستيك مش بطيشة. شوف الانضباط نتاع الناس هذوما نتاع المدرسات، احنا نسوم لي غارون دي فالور راهو، لكن يا بلو دي فالور اليوم في تونس مالوريزمون. فلوس عندك فلوس تعيش، ما عندكش ما تعيشش. المعلم اللي كان والمعلم مرة المدرس بصفه عامه سواء ابتدائي ولا ثانوي، اليوم مستواه المادي خلوه يتدهور بدرجه انه اليوم ولا التلميذ مترفع اكثر من المعلم. واليوم المعلم اذا كان ما عندوش قيمه، تحكي انت المعلم هو اللي يحرص على المدرسه، يبان المعلم راه موظف، المعلم راه يقري في 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 بطرق مستورده من برا. هاك علاش قلنا حراو المنظومه التربويه هذه لابد منها، لابد من تغييرها، مش تغييرها كما يحكي الوزير او يغير هو كما يحب كل مره يغير نوعه. سي تام فينومين سوسيتال منظومه التربيه، الناس كل تشارك، الاعلام عنده دوره، صحيح النقابات عندها دورها، المعلمين الابتدائي والثانوي وعالي عندهم دورهم، الولي كذلك عنده حق باش يدخل في المنظومه. ما هوش موضوعي انا فقط، لاني انا غير اني ولد الميدان ونعرف شو صاير. وقلنا ب 92 هذا خلينا نوصل وراو اللي صار امس او اليوم راهو ماهو الا بدايه. احنا بطريقه الكره هذا الاحمار هو. اذا كان من ما طلبنا مش متحقق راهو باش نواصلوا اللي نواصلوا كل اشكال النضال المتاح. معناه اللي عملتوه البارح ايشوفمون انا وصي لا كولور، رانا ناس متمسكين ما طلبنا ورانا مانيش متنازلين على ما طلبنا. في بالنا انه اليوم في الجلسه اللي وقعت الخماسيه ولا الرباعيه اللي وقعت كانه مؤشر ايجابي بعد التراجع الخصم، قلنا مؤشر ايجابي، مشاو معلمين ولا اساتذه يعملوا احتجاج يضربهم البوليس بلاكريموجين وطلقه ناريه لو في جابس، كانت نجم تضرب تصيب زميل ولا زميله، معلم ولا استاذ ولا استاذه، هي وقتاش نعمل وقتها. دونك اليوم كلمه مهمه جدا انا يظهر لي في نظريه، قلت لي بعد تراجع الخصم يا اخي فما خصومه، يا اخي فما حرب، لا يا اخي فما عركه. لا لا ما فهمني، الخصم من الاجر تراجع عن الخصم لا لا مش الخصومة، الخصم بمعنى الخصومة، لا 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 الخصم مش لدني بعد مش لتم رفع الاقتطاع على أجور المديرين. أيضا بعد اللقاء الخماسي كان هناك حديث على أنه الجميع سيعمل على عودة مدرسية هادئة، شنو باش تعملوا؟ فما حديث حتى على استئناف لقاءات لجان 4+4 مع الحكومة، فما عودة مدرسية يوم 14 سبتمبر إذا كان ولا بشروط؟ إذا كان فما شنو؟ إذا ما تحقيق مطالب، شنو ما المطالب؟ مطالبنا المعروف ومتعرف عليه اللي اتفقنا فيها يوم 7 ماي مع ممثل الوزارة الأولى، ممثل وزارة المالية، وزير التربية ووزير الشؤون الاجتماعية، وهي سيتي أن فوندرودي اتفقنا أم غد والسبت صباح قالوا بطلنا. رئيس الحكومة رفضت، ومطالبنا عادية وعادية جدا، لا هي تعجيزية ومش بتوصل 5000 مليار اللي اعطت للسياحه، ومش بتوصل لمطالبنا اشلوني حتى ل 2021. مش بيقولوش كانوا مطالبين توا، احنا مطالبنا تنطلق من 2015 حتى ل 2021. وهي اولا عندنا مطالب اللي ما تعرفوش ناس، واللي مالوريزمون الاعلام ما واكبناش كما ينبغي. عندنا اليوم احنا ترقيات سنويه، هذه مجرة العادة، كل عام نسبة معينة حسب النظام الأساسي ترتقي. احنا اليوم في جوان خرجت ترقيات 2014، معناها مدرسات ومدرسي تعليم الابتدائي اللي قرروا 2015 حرموا من الارتقاء، وهذا قانون يضبطوا القانون. معناها باش نرتقيوا 2015 عام 2016 دوم، معناها ديما مؤخرين بعام. شو معناه؟ هل أني وزارة تخدم ولا مش تخدم؟ شكون اللي هو اليوم عمل غير منجز؟ عمل من؟ احنا في المدارس ونقريه ويعني مربي بحوالنا في الارياف و و و و وسمع في الوزاره ما يعملوا حتى شيء، ترقياتك استنى
برا سيدي هذا معنا ترقية 2014 نورمال ما هذا يترقى سبتمبر 2014 خرج نتيجه في جويليا 3 جويلية 2015 الترقية ثم بالنسبة لنا عندنا مطالب مادية وما نخجلوش كل وانا مطالب مادية لأن احنا اليوم بتعرف الناس اللي عندنا شكون ياخذ 620 دينار 620 دينار في تونس اليوم كيلو اللحم 25000 والكلاب 300 و500000. دونك هالمعلم هذايا ولا الأستاذ هذايا اللي مبتدي حياته كيفاش بكون حياته هذايا 600000 2 اليوم هالمطالب هذه مطالب ما هي المطالب المادية باش نفهم هم شيء عندنا احنا طالبين من حيث مشقة المهنة ايه هوني كلاسي احنا في العالم كلاسي دوزيام بعد لي مينور دور لي مينور ما عادش موجودين بقينا كنحنا نورمال احنا هوني كلاسي برمي وتعرف تقول لو شنو اللي صار حتى عندنا بونيوس بتتقاعد العمر 55 سنة و 35 سنة أقدمية يخرج التقاعد عنده بونيوس 5 سنين اليوم الحكومة تراجعت قالت لا يتكمل 60 سنة معناته يتكمل 5 سنين في منوبة عشان المستمعين وعشانكم دونك بشوف التراجعات اللي واقعة احنا اليوم طالبوا رو نورمال انا عملت معاك اتفاق تحيين مباشرة لأني رفعت زدت المعلم 35 دينارة معرض بيقوى فوق رتبة تزادوا 35 دينار بالضبط يزم يطالب بطالب 5 سنين سنوات عمل الأخرى شو يقول لك تقول الزميل ما حاجتش بيها 35 نحي لي هالفلوس اللي تالي وخلنا نخرج لتالي على رأي راني معاش النجم أموناج راه وعدى 35 سنة في القسم راه وصيه إلي فيني دونك احنا ما عناش الفكر على البشر لا اللوجو كان على كيفاش نقضيه على هالبشر هذي واثنين المطالب الثانية الأخرى هل أنا معقول أنا أنتو دبتوا باش ندرس طارش نعمل ولا حسب المشمولات داعي أنا أمتد باش ندرس عربية فرنسية بلانك من السنة أولى السنة السادسة أنا ندرس وأنا عساس وأنا فرملي وأنا أنا كاتب ومستكتب ونعمل كل شيء هي ألوش بأي حق قلنا يا ولادي هذه راو عمل مش بتاعنا هذه راو الزميل والزميلك تخرج من القسم نورمال ما باش تاخذك الدي مينوت ترتاح هي لن تكون تحس... هناك إذن عودة مدرسية هادئة كما لأنه مازالنا دقيقتين سي محمد باش نتحدثوا إلا إذا كان تم قبول المطالب اللي تفهمتوا فيها في 7 ماي مع الحكومة السؤال المفروض يطرح بشكل ثاني لماذا لا تحرص الحكومة ولا دعوة من الإعلام على الأقل حرص الحكومة والحرص الإعلام على أن الحكومة تحرص على تلبية مطالب مدرسي ومدرسة حتى تقع عودة مدرسية هذا باش ترجع المفاوضات في هذا الإطار ولا ليه؟ احنا رو استؤنفت اللقاءات ولا أبدا علاش؟ شكون يستدعي الناس باش تفاوض؟ خلينا نمشي للوزير نقولوا دق عليه نقولوا ايش نتفاوض انا وياك؟ انا بعث له لائحة ها هي مطالبي نورمال موت عيطت باش تفاوض انا وياك نزيدك حاجة أخرى راهو الإضراب ولا الأشكال هذه راهي طريقة من طرق التفاوض وقت اللي تعطل لغة الحوار عمره اللي كانت غاية الإضراب بالنسبة لي احنا أبدا هو وسيلة للتفاوض ايش نقعدوا للطاولة ونتفاوضوا اليوم اللي الحكومة هذه عملوا ارتقاء آلي ل 11 جوان نورمال واحنا نكملوا امتحانات ونسكروا البلف بتاع الامتحانات ل 25 14 جور افون اش معناه؟ معناه مش متفاوضة شنية رايك في الناس اللي تقول انه اليوم المعلمين والنقابة بهذه المطالب المادية تتخلى نوعا ما عن دورها النبيل في الرسالة التعليمية انه ولات بسبب هذه المطالب المادية توصل إنها ما تعديش امتحانات وطنية وتوصل إنها تقاطع عودة مدرسية حاجة اللي ما صارتش في تاريخ تونس التعليمي على الأقل اللي هي من الأشياء اللي تتفاخر بها تونس لا ولو صارت عم ناول بطريقة أخرى شوف أما إذا كان باش يولي إحنا هالرسالة النبيلة هذية تصبح سيف مسلط علينا ونبجيب ونسكر وزي براء بلاشي منها لا تعرف رو شبعنا برشا كلام وكذا المعلم أما برا شوف هو شي يعاني في قروضه وديونه وولاده ما يجبش يقريهم وما يجبش يشري له باش العيد يولي ما يقريش صغار الناس الكل ولاده لا هو يقري لكن الولي هذا بالنسبة للناس تميتي أنقرع داير بالنسبة حتى لا 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 الناس تغزر لك لا تجي معاك ثماش واحد في تونس ما ضربش ثماش واحد ما ضربش بالزيادة
أعطيني قطاع واحد في تونس ما دخلش في إضرابات وثم ما منحبش نذكر لما خاطر كل إنسان نظر واحد. هذا هو الإشكال ولي كل أحد أنا أضربت وأنت أضربت شبيكم كان جيتوا كان معنا أحنا والقطاع الآخر يقول أحنا شبيكم جيتوا كان معنا لا 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 مش القطاعات الكل حيوية في تونس إن كان النقل أو البريد أو الصحة أو التعليم حتى واحد لكن النبل متاع التعليم يسحب لي حقي في الدفاع عن نفسي رأو حتى الكرتوش روى احنا كنا من الاوائل روى نقابه التعليم ضد في ضد بن علي الاوائل كلينا الكرتوش حتى في الاكريموجان قدام الاتحاد والضرب ونجيب لك الناس كل مضروبه وكيف يعني كيف لن تكون هناك عوده مدرسيه وانا مستعدين ندافع لن تكون هناك عوده مدرسيه هادئه الا اذا عايت الوزير لناديكم الوزير للمفاوضات اذا لا مش تفاوض برك تحقيق المطالب طيب بالتفاوض تحقيق المطالب سير المال احنا اليوم عملنا شوف نعطيك الاعلام اللي ما له لزمه شوف بدينا النضال نحن في 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 ماي في ابريل طيب خلينا نختم معك سي محمد طيب. لقاء اللي يقول واش في ابريل جينا في في نوفمبر ديسمبر انتخابات قلنا ذي حكومة خارج حكومة جاية بيه دونك أكوا بون عملنا هاي إدارية في جانفي بيه قلنا حكومة جديدة إيش باش تقولها خرجنا أول مرة في التاريخ هاي إدارية بدون قرار قلنا نعطوا فرصة للحكومة الجديدة طيب هي باش تخمر إبا وقت اللي ندافعوا على رواحنا من حقنا باش ناخذوا حقنا طيب لن تكون هناك عودة آمنة أو هادئة كما قال اللقاء الخماسي إلا إذا تمت هناك مفاوضات وتطبيق مطالب من طرف الوزارة من طرف الحكومة هذه هي الفكرة لا, لا لا مش هذه الفكرة الشعار آمن شوف لو جارغون امبلوي آمن ومش آمن ما تمش كل عودة هي فيها برشا مش احنا اللي قلنا البارح في اللقاء الخماسي لا, لا لا شوف عودة هناك عمل جماعي من أجل تأمين أيوة عودة مدرسية هادية باش تأمنوا العمل الجماعي باش تأمنوا العودة باش تأمن مو عندها الديزاين جريديو هالعودة هذه واحد من اللي برينسيبو رول في الموجودين هما هو المدرسي مدرسة التعليم الابتدائي واضح جدا السيد محمد حليم الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الأساسي نشكرك على حضورك معنا على التوضيحات اللي قدمتها لنا تحيه ليك احنا موعدنا معكم يتجدد غدوه كانت عندي كلمه خيره كان ممكن ولا تفضل دمو. على كل حال انا نقول به رساله بسرعه اقل من 20 سكوند رساله انا راه بالنسبه لنا ما طلبنا لن نتخلى عنها سنواصل نضال في صوره عدم تحقيق المطالب واضح. والكلمة الآن الكرة عند الحكومة وعند المفاوضين واضح جدا وصلت الفكرة